دلوقتي بقى عايزين نشوف ضرب بالماتريسيز، ازاي اضرب مصفوفات في بعضها. اقول له والله انا هعرف مثلا فاريبل اسمه ماتريكس واحد من الاول اهو، والمصفوفه ديت عناصرها هي واحد واثنين، ده الصف الاول، والصف الثاني هي ثلاثه واربعه. مصفوفه كده لذيذه، هي عباره عن اثنين في اثنين ماتريكس. كويس جدا. طيب تعالى نعرف ماتريكس ثانيه او فاريبل ثاني اسمه ماتريكس اثنين، والفاريبل ده هو عباره عن ماتريكس وجواه العناصر خمسه وخمسه، ده الصف الاولاني، وسيمي كولون سته وسته، ده الصف الايه؟ ده الصف الثاني. برضو عبارة عن فاريبل، والفاريبل ده ماتريكس وعناصرها هي عبارة عن 2 في 2 ماتريكس. كويس جدا. عشان بقى نضرب مصفوفتين في بعض لابد نتأكد إن عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية، وبالتالي لما أقول له ماتريكس واحد في ماتريكس اثنين لابد اتاكد ان عدد اعمده المصفوفه الاولى بيساوي عدد صفوف المصفوفه الثانيه. هل بيساويها؟ او بيساويها، دي عدد اعمدتها 2 ودي عدد صفوفها 2، وبالتالي لما اقول له انتر هيضرب لي التو ماتريسيز في بعض. واحنا عارفين ضرب الماتريسيز عامل ازاي، بياخد الصف الاول في المصفوفه الاولى يضربه في العمود الاول في المصفوفه الثانيه، وبالتالي لما اقول مثلا اول عنصر طلع لي هنا 17، طلع ازاي؟ بقول مثلا 1 في 5 ب 5 زائد 2 في 6 ب 12، 6 زائد 12، 5 زائد 12 اديني كام؟ اديني 17. طب العناصر الصف الثاني ده، العنصر الثاني ده طلع ازاي؟ اهو اللي هو والله 1 في 5 ب 5 زائد 2 في 6 هيديني 12، 12 زائد 5 اديني 17. طب ال 39 اللي تحت دي، اهو اللي اهو الصف الثاني في العمود الاول مع بعض كده، 3 في 5 ب 15 زائد 4 في 6 ب 24، 15 زائد 24 39، وهكذا. وانا ماشي بقى يبقى عشان اضرب مصفوفتين في بعض لابد اتاكد ان عدد اعمده المصفوفه الاولى بيساوي عدد صفوف المصفوفه الثانيه. طيب لو جينا عرفنا فاريبل جديد اسمه مثلا ماتريكس 2، والفاريبل ده هو عبارة عن مصفوفة والعناصر بتاعته معرفة كالتالي: 1، 9، سالب 2، و4، ده الصف الأول. والصف الثاني هو 1، 1، 1، و0. كويس جدا، دي مصفوفة 2 في 4. حلو جدا جدا، يبقى المصفوفة دي الدايمنشنز بتاعتها جديدة 2 في 4. حلو. لو استدعيت المصفوفة الأولى وقلت له ماتريكس 1 أهي، دي 2 في 2. كويس جدا. وماتريكس 2 عندي زي ما انا شايفها كده هي 2 في 4. حلو. لو حبينا نضرب الاثنين دول في بعض ينفع ولا ما ينفعش؟ ماتريكس 1 في ماتريكس 2، انا هقول له ماتريكس 1 في ماتريكس 2، قول لي انت ينفع ولا ما ينفعش؟ فين المصفوفه الاولى؟ ماتريكس 1 اهي اعمدتها 2، المصفوفه الثانيه فين؟ اهي صفوفها 2، يبقى ينفع نضربهم في بعض. ليه؟ لأن تساوى أعمدة المصفوفة الأولى مع صفوف المصفوفة الثانية، وبالتالي لو قلت له إنتر هيضرب عادي جدا جدا ويديني الخارج، وإحنا عارفين ضرب الماتريسيز شكله عامل إزاي. لكن ناخد بالنا بقى، عارف لو قلت له ماتريكس 2 في ماتريكس 1، لو قلت له ماتريكس 2 في ماتريكس 1 هيقول لي غلط، هيديني إيرور، يقول له خد بالك المالتبليكيشن هنا مش هينفع. ليه؟ لابد يكون الدايمنشنز اجري، لابد ان عدد اعمده المصفوفه الاولى يساوي عدد صفوف الاعمده الثانيه. لكن هنا في الحاله دي ماتريكس 2 اعمدتها 4 وعدد صفوف الماتريكس الثانيه 2، يبقى الاربعه مش بتساوي 2، وبالتالي مش هينفع ايه؟ مش هينفع ان انا اضربهم، لان في الحاله دي هيديني ايه؟ في الحاله دي هيديني ايرور. طيب لكن ينفع اقول له ماتريكس 1 في ماتريكس 2 هيديني نتيجة وزي الفل. ده انا كمان اكتر من كده، ينفع اقول له ماتريكس 1 في ماتريكس 2 في 2، يعني كأني باخد حاصل ضرب التو ماتريسيز اضربه في سكيلر اللي هو 2، وبالتالي 3 في 2 ب 6، 11 في 2 ب 22، 0 في 2 ب 0، 4 في 2 ب 8، زي ما احنا شايفين كده اخد
الناتج بتاع ماتريكس واحد في ماتريكس اتنين، وضرب كل عنصر من هذه العناصر في كام؟ في العنصر او في السكيلر اللي هو ايه؟ كام؟ اتنين، واداني النتيجه. ده انا ينفع اقول له كمان ماتريكس واحد في ماتريكس اتنين في اتنين واطرح منه اتنين. يبقى بعد ما ياخد اهو الخارج ده اللي كان ظاهر لي، لما اقول له كده بقى اطرح منه اتنين، هيروح ياخد كل عنصر ويطرحه من كام؟ من اتنين. 6 ناقص 2 4، 14 ناقص 2 12، وهكذا زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط. كويس جدا جدا. طيب تعالى نشوف حاجه كمان بالنسبه لضرب الماتريسيز. والله انا هعرف مصفوفه جديده مثلا اسمها ماتريكس ايه. حلو. المصفوفه دي عناصرها 0 2 3 4 5، ده الصف الاول، سيمي كولون عشان اعمل الصف الثاني، 1 و1 و1 و2 و2، ده الصف الثاني. الصف الثالث 4 3 2 3 2، ده هو الصف الثاني. لما اقول له انتر هيعرف لي مصفوفه اسمها ماتريكس A، وهي عباره عن ثلاث صفوف في اربع اعمده، وعناصرها زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط. هعرف مصفوفة تانية اسمها مثلا ماتريكس بي. ماتريكس ايه؟ ماتريكس بي. حلو جدا جدا. وبي ديت عناصرها معرفة كالتالي، 1 و1 و1 و2 و1، ده الصف الأولاني، و2 2 2 3 2، ده الصف الثاني. كويس جدا. والصف الثالث 0 0 0 1 2. حلو جدا. برضه هي مصفوفه 3 في 4 وعناصرها زي ما احنا شايفين قدامنا كده. كويس. خد بالك قد يكون عناصر المصفوفه ايه دي بتمثل لك حاجه معينه، وعناصر مثلا المصفوفه بي بتمثل لك حاجه ثانيه برضه معينه. قد يكون مثلا انت مثلا طبيب وعندك ناس جايه تكشف، بتعمل مثلا دايت، فانت بتشوف مثلا في الاسبوع الاول هو اكل قد ايه، حيث عناصر المصفوفه ايه دي هي مثلا بتشوف هو اكل قد ايه، وعناصر المصفوفه بي بتمثله الايام اللي هو اكل فيها. وبيشوف والله انا لما اضرب الاثنين في بعض يديني الويت بتاع كل واحد من الناس ديت، عمل اكل قد ايه بالظبط في خلال الاسبوع اللي فات ده. وبالتالي لما اقول له احب اضرب بقى الاثنين في بعض واقول له مثلا ماتريكس ايه في ماتريكس بي، انا عايز بقى اجمع الناس ديت اكلت قد ايه خلال مثلا الفتره الماضيه، اداني ايه؟ قال لك خد بالك اداك ايه؟ ادالك ايرور. انت تعالى قال لك عمليه الضرب، احنا قلنا عشان اضرب المصفوفتين دول في بعض لابد عدد اعمده المصفوفه الاولى يساوي عدد صفوف المصفوفه الثانيه، وبالتالي قال لي ايرور في عمليه الضرب، لابد يكون الدايمنشنز اجريز، يعني لابد ان عدد اعمده المصفوفه A يساوي عدد صفوف المصفوفه B. ده هنا ما اتساواش. يبقى تعمل ايه؟ يبقى عشان نضرب الاثنين في بعض لابد نستخدم ما يسمى بالدوت برودكت. هستدعي تاني المصفوفه A، وبعد كده استدعي المصفوفه B، وعشان اضربهم بقى في بعض لابد اقول له ايه؟ ماتريكس A دوت في ماتريكس B عشان اضرب الاثنين في بعض. فبالتالي هيروح ياخد كل عنصر من عناصر المصفوفه A يضربه في المقابل له من عناصر المصفوفه B، وبالتالي 0 في 1 ب 0، 2 في 1 ب 2، 3 في 1 ب 3، وهكذا مع جميع. يبقى عشان اضرب ضرب احنا بنسميه element by element multiplication، عشان اضرب كل عنصر في المقابل له في المصفوفات بستخدم ما يسمى بالدوت برودكت. نفس الحكايه مع عمليه القسمه. لو قلت له ماتريكس A، ماتريكس A لو عايز اقسمها على ماتريكس B مش هينفع. ليه؟ لابد استخدم ما يسمى ب برضه الايه؟ الدوت برودكت. هنا اسمها بحكم التساوي، لكن عشان اضمن ان هو هيقسم كل عنصر على المقابل له لابد اقول له ماتريكس A دوت على ماتريكس B، دوت على ماتريكس B. اهو شوف لما قسم هنا اداني حاجه ثانيه خالص، لان هو فاهم عمليه القسمه بطريقه ثانيه، لكن هنا فاهم القسمه صح، عشان كده اداني انفينيتي وانفينيتي وانفينيتي. ليه؟ لان لو استدعيت ماتريكس A، ماتريكس A
ماتريكس ايه فيها زي ما احنا شايفين كده، وده ماتريكس بي اهو. ماتريكس بي هنا فيها 0 0 0 0، لما بقسم حاجه على انفينيتي 4 على 0 المفروض يديني انفينيتي زي ما احنا شايفين كده بالظبط، و3 على 0 المفروض يديني انفينيتي، اي حاجه على 0 كان بانفينيتي، وده فعلا هي القسمه عشان اضمن ان هو هيقسم لي كل عنصر على المقابل له. لابد اعمل ايه؟ لابد استخدم الدوت برودكت عشان خاطر يقسم كل عنصر على المقابل له. طيب لو حبينا نجمع عناصر مصفوفه معينه، لو حبينا نجمع ايه؟ لو حبينا نجمع عناصر مصفوفه معينه، فاكرين في الفيكتورز كنت بقول له سام اوف الفيكتور صح؟ حلو جدا. طيب خلينا كده نقول مثلا انا هاخد حاصل ضرب ماتريكس A دوت في ماتريكس B، يبقى هاخد حاصل ضرب المصفوفة A في المصفوفة B واحط الناتج بتاعهم في متغير اسمه مثلا يعني ماتريكس C، احط الناتج في متغير اسمه ايه؟ اسمه ماتريكس C اهو. كويس جدا، هقول له انتر، يبقى اداني السي بالشكل ده. لو انا عايز بقى اجمع عناصر المصفوفه سي دي اعمل ايه؟ بستخدم فانكشن اسمها سم، بقول له والله سم اوف مين اوف ماتريكس سي. خد بالك هنا جمع عناصر المصفوفه غير جمع عناصر الفيكتور. ازاي؟ انا لما كنت بقول له اجمع لي فيكتور كان بياخد العناصر كلها ويجمعها، لكن هنا هيجمع لي عناصر عمود عمود والخارجه هيبقى فيكتور. يبقى لو قلت له انتر اهو 0 زائد 2 زائد 0 هيديني 2، 2 زائد 2 زائد 0 هيديني 4، يبقى الخارج بقى ايه؟ الخارج بقى فيكتور. لو انا عايز بقى اجمع الكل على بعضيه بقول له ايه؟ بقول له سم اوف سم. بقول له ايه؟ بقول له سم اوف سم. كويس جدا، يبقى عشان اجمع كده بقول له انا اهو قلت له سم اوف ماتريكس، لا 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 لا، ده عشان كده عامل كده بقى بقول له ايه؟ سم اوف الكلام ده، بقول له سم اوف ايه؟ سم اوف الكلام ده. لما اقول له كده هيديني الناتج بكام؟ ب 41. يبقى راح عشان اجمع عناصر المصفوفه كلها مره واحده لابد اقول له سم اوف سم، يبقى سم اوف الماتريكس بيرجع لي فيكتور زي ما احنا شايفين كده. طيب عشان ارجع بقى مجموع هذه العناصر بقول له سم اوف الكلام اللي انا جبته الاول ده. حلو جدا، يبقى ناخد بالنا ان لو انا عايز اجيب اجمع عناصر مصفوفه هقول له سم اوف الايه؟ اوف المصفوفه، لكن سم اوف المصفوفه ده بيديني فيكتور، بيديني فيكتور حيث كل عنصر من عناصر الفيكتور ده بيبقى عباره عن مجموع عناصر عمود معين، مجموع عناصر العمود الثاني، مجموع عناصر العمود الثالث، مجموع عناصر العمود الرابع، مجموع عناصر العمود الخامس. عشان اجمع دول بقى ثاني على بعض بقول له سم اوف الايه؟ اوف السم اوف الكلام اللي انا حسبته الاول ده. كويس جدا جدا جدا، ده عشان اطلع مجموع عناصر مصفوفه معينه. تمام كده؟ زي ما قلت لك انه في الاول بيديني فيكتور، الفيكتور ده بيبقى عباره عن مجموع عناصر كل عمود، وبالتالي عشان اطلع بقى المجموع بتاع العناصر دي كلها مره واحده فهقول له sum of A sum of sum.